أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحوار السياسي، والتي استضيف لكم فيها عمدة بلدية تيارت بالعاصمة نواكشوط ورئيس رابطة عمد نواكشوط الأستاذ أحمد العلي، وكذلك استضيف لكم الأستاذ سلك البهاه نائب برلماني ومسؤول العلاقات الخارجية بحزب التواصل لنقاش موضوع المكونة الاقتصادية أو الحضرية التي أعلنت عنها الحكومة لصالح مدينة نواكشوط، والتي تشمل عدة مشاريع ترى الحكومة بأنها مهمة لعصرانة مدينة نواكشوط، فيما يرى البعض الآخر من زاويته أن هذه ربما المشاريع قد تتعطل أو قد تواجه عدة تحديات. هذه المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة تشمل مجالات عدة من هالجوانب، إنشاء مراكز صحية وكذلك مؤسسات تعليمية والجانب الطرقي أيضا، وطبعا للحديث عن هذا الموضوع ولتسليط الضوء عليه من زوايا مختلفة أبدأ نقاشي في هذه الحلقة مع رئيس رابطة عمد نواكشوط وعمدة بلدية تيارت أحمد العلي للحديث عن هذه المكونة الحضرية لمدينة نواكشوط. وطبعا كيف سيد العمدة بصفتكم عمدة لإحدى بلديات نواكشوط ورئيس لرابطة عمد نواكشوط ومعنيون بشكل مباشر بهذا المشروع لتنمية نواكشوط، كيف ترون هذا التوجه لدى الحكومة بأن تخصص 50 مليار لعصرنة مدينة واحدة؟ شكرا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. شكرا للساحل، تطرق للموضوع الهام واللي هم الساكنة واللي على كل حال مهم اللي أعلنها تناقش من زواياها كاملة. وياك ننير الرأي العام بأبعاده والمراحل اللي فات مر بيها والخطوات اللي لا تتبع مملي لنعد إن شاء الله تعالى منجزات على أرض الملموسة. أولا هذا لا جزء من برنامج فخامة رئيس الجمهورية. إحنا نعرفه كاملين أن نواكشوط كمدينة تعاني من ياسر من شيء، ونواكشوط كأكبر تجمع حضري في قدر من الاختلالات البنيوية في مدينة نعرف أسبابها كاملة، اللي قاع أي مدينة تتمدد أفقيا طبيعي إعلان له يصعب وجود الخدمات فيها كاملة، وهذا هو نمطنا احنا للأسف البدوي، النمط اللي مشات عليه نواكشوط ملي من عقود به، اللي حقيقة لو كنا انتهجنا التمدد العمودي لفوق نعود لأحياء كاملين قادة توصلهم الخدمات، يا غير هذا نمطنا احنا. واللي على كل حال بعد انا كعمدة ادعوا علينا لحقنا نوفاو منه، ما نقدر نعود انتم ماشيين مع ذو الاقواد وندور الخدمات، كلنا منين جاي كنا منين يعود في بلد من طرف من اطراف نواكشوط لابد من الخدمات الضروريه. الاساسي اعلني قطعا من مجيد النظام انا عمدة من 2018 اعلن قطعا عادت فم رؤيه واضحه على واقع نواكشوط ينبغي على انه يتغير، وفهم اللي بعض الامور والحاجيات الاساسيه لازم توصل لمواطن في طرف من اطراف نواكشوط كامل، ونعرف على خلق قدر من الامور في هذه المجالات سواء مجال التعليم اللي بدا اذا لا نرجع لكم في هذه الجزئيه بما انكم معنيين بشكل مباشر كعمد بهذا الموضوع، وانتقل للنائب البرلماني ايضا وهو معني، والنواب طبعا معنيون ب وقع نائب نواكشوط ونائب نواكشوط الشمالي نواكشوط الشمالي معني حتى وطبعا معنيون بهذا ودائرة اللي دور الرقابي مهم ايضا من اضعف دوائر نواكشوط واكثرها كثافه. اذا طبعا السيد النائب ومسؤول العلاقات الخارجيه بحزب التواصل استاذ سلك البهاه، هذا التوجه اللي عند الحكومه بأنها تخصص 50 مليار لعصرانة مدينة نواكشوط وتوفير خدمات ربما لاحظت بأنها كانت غائبة، كيف الماء الشروب لصالح كافة أحياء نواكشوط، كيف التعليم، توسيعة الخارطة المدرسية على مستوى نواكشوط، الجانب الطرقي الذي يشكل واجهة حضرية لمدينة نواكشوط. من رأيك أنا أكثر على فعلا الحكومة بدأت تشخص الاختلالات وأن هذا التوجه قد يضفي لمستقبل ربما أفضل لمدينة نواكشوط من الناحية الخدمية بالنسبة للمواطن ومن ناحية أيضا الوجه الحضاري للعاصمة السياسية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر قناة الساحل على هذه السانحة وعلى الاهتمام بهذا الموضوع، وكذلك مسرورين بأن يكون الضيف عمدة لبلدية من بلديات نواكشوط الشمالية التي انتخبت منها، كذلك رئيس رابطة عمد نواكشوط.
ونرجو إن شاء الله أن يكون النقاش على المستوى وأن نخرج منه بخلاصات تفيد بعيد عن التعسكر والتحزب، لأنه في النهاية هذه أمور تتعلق بالشعب وبمدينة. أنا ظهر لي لكن بسط الأمور عن خالق رواية قط عدرة الزمن معاوية، رئيس معاوية ينقال لها فرنة ينقال لها المصلحة، كانوا متفقدينها هاي الفرنة، طينا الزمن واحدين فيه ينقال لها المصلحة، ومن ذاك الزمن لا كل مرة نجيب رواية أنتم واحدين فيه، مرة يوحلوا في أخبار التنمية الحيوانية وعدلوا لها مؤتمر يقولوا عن اللي عدلوها، مرة يوحلوا في حريثة، مرة يوحلوا في رواية. هو ذا النظام ما هو جديد، له 6 سنوات عاد والله 5 سنوات وشي، وهذا درك لا يجيبوا دفعة في الرواية ويعطوا زمن ويوفوا إنساه يوحلوا لك في رواية أخرى، لا كل مرة لا يوحلوا في رواية، وهذا درك واحلين فيها وهي رواية بلا معنى. هو ذي 50 مليار ما هي في الميزانية، 50 مليار شي كانت موجودة في ميزانية التآزر وفي ميزانية الصحة وفي ميزانية وزارة التعليم وفي ميزانية وزارة المياه، قد اللي لا يخرج لا تنقبض من ذي الوزارات وتعدل تخليطة تعود لها مات اللي تابع الوزارة، يعود عاد برنامج استعجالي وعاد برنامج عصرنا، وتعود الرواية الواحدة مسؤولة عنها عدة قطاعات. احنا عندنا المرة الأولى منين جا وحلف الرواية قال لها تآزر وعدل في انصرف فيها 200 مليار وعاد تآزر متباركة معلمة، وإحنا عندنا وزارة للمياه فيها مهندسين لهم 20 سنة و30 سنة وهي متباركة مع ذو هي ما تعرفه، تباركة مع الصحة وهي الصحة ما عنده بها علاقة، معناها نوع من التخباط ويحلو في الزمن ويحلو ويشوفه، وإلا هي 50 مليون كان اللي مقبول منهم وزارة المياه كانوا في وزارة المياه، وزارة المياه هي اللي يلا تعدلها، معناها نوع من نزع الثقة من الوزارات. أنا أنت حنيني أنا أنت يا وزيرة المياه ما عندنا ثقة فيك، وبالتالي قبضنا منك رواية مستعجلة، وطابع هذاك الاستعجالي لا يتيح الفرصة لكميات كبيرة من الفساد. لا المتلقيون قد يطرح لك إشكال لأن هذه الميزانيات فعلا تعود كانت عند قطاعات حكومية، يقول كانت على المستوى الوطني، الجديد الصاشن هو تخصيصها على أنها تستثمر على مستوى المدينة المغشوة على الأقل لتوفير الخدمات وما ذنب الوطن. هذا الإشكال ربما يعود ما ذنب باركيول وقيرو والحوض الشرقي والحوض الغربي ونواذيب ونقلعوا منهم شيء إياك نعدلوا به مدينة المغشوة، شنو ذنبهم؟ خاسر. هاي الميزانية كانت ماشية ومعدلها يلا يفترض عنها معدلها دراسة، وزارة المالية احنا نحتاجه كذا، وزارة الصحة كانت عندها ميزانية تحتاج كذا، تستل انت منها رواية ولأنها ذا طابع استعجالي لا يتخطى القواعد القانونية ولا يتخطى الأمور اللي متعلقة بالصفقات ولا يتعدل صفقات تراضي، وتعطي لهذا الطبقة من رجال الأعمال صاعدة مع ذا النظام والله مع المأمورية الثانية منه، وتعود خالوطة تخليطة ذنبتها منين يجي 16 شهر يوحلوا يرجعوا مرة أخرى للمصلحة الفرن اللي قويل والله يرجعوا للصيد والله يرجعوا المؤتمر للمنمين في التنبدغة والله في عدلوا في ديقان والله يوحلوا في الزراعة وتمين أنت ماشي للأسف الشديد فاقدين البوصلة. إذن سأعود إليك سيد العمدة رئيس رابطة عمدة المغشوط أحمد. أحمد طبعا يبدو أن الصوت المعارض يفند هذا التوجه، وربما هو كما قال لك يعتبر تحول عملية إلهاء وضخ أموال في غير محلها كما قال أستاذ سلكو، لكن من دراية كان أكثر على أن فعلا الاهتمام بالعاصمة نواكشوط أنتم كعمد بحكم التجربة بحكم التخصص بحكم أنكم معنيين بشكل مباشر بهذا المشروع في مجالات وصة كاملة، الجانب الصحي لأنه يعني البلديات، الجانب الخدمي في كلمية والطرق يعني البلديات، من دراية كانكم فعلا تراوا على أن هذا التوجه قد يجسد على الأقل ذا اللي ندار به، ومن درا كانكم أنتم كشريك فعال ميداني معنيين أيضا كبلديات تراوا على أن هذا قد يشكل نقل على مستوى نواكشوط، والله الموضوع كما قال لك موضوع إلهاء رأي عام وضخ أموال في ظهر محلية. الفكرة واضحة، اختارك تخليني نكمل شوي بيني أنا مداخلة الأولى أبدأت لك بعض الأمور. على كل حال شكرا للسيد النائب، وأنا ملك تماما معتز فخور على المحاور اللي نائبنا الموقر لا نقول نائبنا اللي أنا واحد من الولاية الشمالية وكفاء ملي الحمد لله، وطرحوا ملي دائما يطرح الأمور بالشكل اللي الله تنطرح به وتو هو من موقف السياسي يا غير ملي لا لاهين نبه شوي تو فعلا يقعد لا على كل حال عنده نظرة بعيدة يقعد ما هي الواقع اللي حالي، ولذلك نختارك تعطيني شوي
فرصيلي ان نشرح وعد قاعد الواحدين في شنو اللي احنا كيف قال الهدف كامل به لان انه الراي العام نديروها امام صح. هذا هو دورنا امام يعني. امام اشياء صح. وهو الله يحكم ظرف ويحكم ساعه صح. والمجور انا ظاهر لي بانك قلت لك ان هذا امتداد للسياسات انا شاهد عليها كعمده وقلت قبل يعني من 2018 نعرف ان عندي المجالات كامله اخلق فيها تطور على مستوى بلديات نواكشوط التسع وعندي بالارقام وحقائق ذيك هي مجال التعليم في مجال المياه في مجال الكهرباء في مجال الامور الخدميه اللي تعني المواطن كامل. هو بالطبع اي سياسه لابد من تعود فيها اولويات معينه واولويه دائما يا الله تعود الخدمات الاساسيه وهون ماني مع حضره النائب الموقر قضيه تآزر رئيس الجمهوريه من يجي مأموريته الاولى شاف علم فهم بعض الفئات الهشه اللي تحتاج على انها تعدل لها برامج خاصه بها واليوم نعرف على انها الحقيقه حد لا يقول الحقيقه بعيده عن الامور السياسيه ولا قاعد نختار البرنامج نناقش فيها مسائل تنمويه وبعيده عن مواقفنا السياسيه على ان اليوم مجتمع التآزر الناس اللي استفادت من التآزر ان التآزر تخلت بدلا من البرامج الطبيعيه لكل قطاع يشتغل فيه يا غير هناك برامج خاصه بمجموعات وبليدات هشه وخصت لها ذاك اللي عند التآزر سوى لعاد خاصه التعليم يوفر له التعليم مدرسه لعاد خاصه طب توفر له نقطه صحيه والله مركز صحي لعاد خاصه واليوم الحمد لله احنا هم عندنا ما يزيد على 200 ألف أسرة تستفيد كاملة بقدر من الأمور اللي سواء غذائها اليومي في برنامج التموين وسواء ذاك اللي يؤمن منها صحيا وقدر من المسائل اللي أنا قاعد ماني داخل في أمور التآزر يا غير بعد ما اللي لين نرجع لنواكشوط هون كيف قلت لك الأشياء اللي يحتاجها مدينة نواكشوط يحتاجها المواطن في مدينة نواكشوط كان الله مبارك معها يا غير ملي فرض علي نوقف شوي ونقول عندهم في مقاربة جديدة مع هذه الحكومة الجديدة منين جاءت الحكومة الجديدة أولا إشراك بعد قاع الساكنة من خلال ممثلينها أعلن عدلة لجنة وزارية ترى أسهل وزير الأول شخصيا وفيها الوزراء اللي يقودوا القطاعات الخدمية كاملة وفيها ولات نواكشوط الثلاثة وفيها عمد نواكشوط التسعة شنبثق من هذه اللجنة نطلب من ذي اللجنة أعلنها تشخص المشاكل المطروحة في نواكشوط كامل بصفته ونبثقت عنها لجنة فنية وكلفة تلك اللجنة الفنية والهزش ما يزيد يقارب الشهرين وهي تجتمع تشوف المشاكل على مستوى كل البلدية ما الله اللي نزلنا من مستوى البلدية شور مستوى الحي إلين عندنا نعرفوا على ذا الحي خاص في المدرسة ناقص عدد فصول هذا الحي ما يجي جاية التصور نابع من تشخيص نابع من ناحنا من مشاكل المواطن اليومي منين الحقنا مرحلة معينة عاد ملي لا بد من يكيف مع الموارد والفترة الزمنية اللي قد يعدل فيها حصلنا على فهم أولويات ولذلك برنامج الاستعجالي الأولويات الأمور الخدمية اللي في نواكشوط هذه الأولويات اللي تهمنا إياك المدرسة الجمهورية اللي السنة إحنا في سنتها الثالثة ونعرفوا على أن في حالا أنا لا نتكلم بسطشي حال ولايتي أنا وولايته هو فيها 25 مدرسة حالا فيها التبادل الفصول فيها اكتظاظ وقدر المسائل على أن الشخص شنو هي الآلية اللي لا تجعلنا نقد نسود الإشكالات اليوم اللي تعود مدارسنا تستوعب اللي عندنا من التلاميذ كامل وبالخصوص مرحلة المدرسة الجمهورية في المزاد طبعا نرجع لك الصحة جايك شوي في الصحة وبعض المسائل منين شخصت الأمور كذلك وعدلة مستوى الصحة ومستوى المياه ومستوى الكهرباء والنواقص كاملة ونشاف من هذاك المستعجل ونشاف كيف قلت لك المقاربة أولا على نعود شامل نواكشوط كامل وأولا على نعود نابع من 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 نحن كممثل الشعب من السلطات الإدارية المحلية اللي عندنا منين انطرح ذا وأكد على أنه هو المستعجلات نشاف هم اللي على تخلق اقتطاعات أشار هو لها من القطاعات كاملة يا غير ما هم أثر على السياسة الطبيعية ولا على برامج السنوية ماشية سواء من هذاك الكان مبرمج نواكشوط وسواء كان مبرمج في داخل حالي شوي يقول لك رقم بسيط 50 مليار من 1100 من الملايير احنا قاعد 50 مليار بسيطة حددت لفترة زمنية ما تزيد على 16 شهر وتم اقتطاعها يا كاش ذي المستعجلات احنا اي تنموية لا اي تنمية لا يتم لا بد ما نشوف فيها الامور المحلية واضح. احنا ما حدنا خاصنا واضح لنا نرجع لك تفاصيل المشروع اياك اسمع عن السيد النايب منين تعدل الامور المستعجلة السبب التنقباض مستعجلة اياك تندار امام العين يا غير ملي قبضت لها الاجراءات كاملة النايب
برلماني الحمد لله ومن دوره الرقابة على الحكومة. المواطن العادي أنا يامس ماشي من جميع ولايات نواكشوط وعمد وقعد على المواطنين وأعطاهم الله يعدل إذا قدروه واخذ من منين وكم متراجه والمراكز الصحية وين هي منين لا يخلق هذا مدة 6 أشهر 16 شهر ما انتظرنا حد وبعد ذلك ما مخطي ما مخطي فيه أي إجراء قانوني. هي جميع القطاعات تبارك تعدل ملفاتها الفنية وناقصاتها ولها يفتح الأمور الطبيعية وله هو الجعل لا بد من يمشي 16 شهر وذيك الساعة واحد واضح لنرجع للسيد النائب. سيد النائب يسلكوا طبعا استمعت لكلام الرئيس رابطة عمد نواكشوط وطبعا كما قال له 50 مليار تعتبر رقم ضئيل من مئات المليارات بالنسبة لميزانية الدولة وإنشاء أيضا والاهتمام بمجال الصحة والطرق والتعليم بناء على تشخيص ميداني شركاء في الفاعلين الرئيسيين اللي هم العمد البلديات ما يقدر يعود طبعا ما يقدر يعود يأتي من فراغ ويعتبر بروباغاندا إعلامية ينتهي كل شيء لأنها أشياء ملموسة لأن كنا كنت كنائب برلماني مثلا بعد 16 قدر تعرف يا كان الطرق فعلا ونفذت لأنها أشياء ملموسة تعرف كان المدارس ونفذت كان لأنها أشياء ملموسة وتعرف أيضا يا كان المراكز الصحية أنشئت لأنها أيضا واضح شيء ملموس قابل للمراقبة. واضح واضح. شوف أخوتنا في الأغلبية الله في النظام عندهم نظرة مختلفة. 50 مليار بالنسبة لهم ما هي ياسر هذا بالنسبة لنا ياسر طهرنا عنده ياسر من أموال الشعب وياسر من أموال دفع الضرائب ولا يالله يندار في غير محله وظهرنا عن مليار واحد ياسر من الفضل فالأحرية 50 مليار في بلد فقير كيف موريتان موريتان عنده ياسر من الوسائل غير هاي الوسائل من المستغلة. ميزانية الدولة في العام الماضي كانت 1031 مليار ومحفظة الهبات والقروض كانت 1526 مليار والنظام ما هو جديد أكثر الهبات وهذا من الميزانية محفظة القروض والهبات العام الماضي كانت 1526 الأخرى كانت 1031 ذي الأموال شيخ لقلها منين قاست ما حد لنا ما طرح السؤال لا 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 ما قاست جيوب الرجال قاست جيوب النساء قاست البنايات اللي ابتنات اللي سرات في الدول المجاورة في إسبانيا وفي المغرب وفرنسا والأرقام المخيفة اللي تظهر تقول عن المشاريع ما ابتنات. هذه هي الإشكالية. احنا اليوم عندنا إشكاليات بنيوية عندنا اليوم واحدين ونقزوا في ذا النظام وفي ذا قاع الحكومة الجديدة في ظل الحكومة الجديدة بعد إشاعات قوية عنهم فاسدين والله عنهم سرقوا والله عنهم عدلوا شماهوا يلا هما هذو مشاو بذاك اللي قبلوا وبذاك اللي سرقوا شائعات واللي تبقى شائعات لا تصمد أمام قابلها الحقيقة قابلها غير بعد هما ونقزوا على الدولة ارتأت والله النظام ظاهروا عنهم اللصوص ونقزهم وفيهم واحدين حكمت عليهم محكمة الحسابات موجودين ويخلصوا ترتات مازالوا يعني انخنقوا عاد ما تلا عندهم شيء وعاد تعيينهم لكن فتحت لهم ربينة جديدة. هذا ما حد انه خالد يا السادة العمد يا غير هذا نسبة ضئيلة من عدد الموظفين الدولة وتوجهات الدولة السادة العمد خارج دائرة التأثير ويبذلون جهود كبيرة لأنهم محتكين بالمواطن ويعرفوا مشاكله ولا يقدموا يسر من المقترحات غير النهاية ما لا يدخل قال لك عن هذا اللي لا يعدل بناء على مقترحات دعك من هذا سيد الرئيس الله حنوا إياك يعودوا حنوا بلا اقتراح لا يعود حوار ما يعود هل يعود لا حوار لا يعود بعفوية وتوم ما بعنا غير شفت هذا اللي لك والطبيعي الثاني يعود جيد ما عندي معنى ما عندي معنى غير شفت ذي الأموال بنين تخصص لهذا وبعد 16 شهر لا يخلي لا نجوا نقولوا كيف احنا دارك وفات 5 سنوات يا النائب انتوا ما تقولوا حسن النيه بعد قاعد الحكومه 16 لماذا ما 16 شهر ما فاتوا ولا ما فاتوا لماذا لا يعود عندكم مبدا حسن بعد قاعد النيه في ذا اللي يتعدى ايوه هو قال لك عن اللي عضوا اللي شي قال العضوا احنا ايش يخلعوا احنا ايش يخلعوا الحبل تجاربنا الماضيه مع ذا النظام لا تدعوا للتفاؤل. هذه 5 سنوات اللي مشات قالوا هو منين جاء اصلا قالوا لنا صبروا علينا لين نجي السنه احنا قاعد صبرنا عليه 5 سنوات هي جات 5 سنوات هم بعد يعرفوا عن الصحه بالدهوره اذا هو السيد العمده يعرف عن عشرات المدارس في ولايتي انا وهو
لا كيف انك قلت كيف انك قلت انا قلت عليهم في اقتراض طبيعي معترفين به. لا لا عندي انا الصح عندي انا الاخبار عن الحلول عندي انا كل مع الحلول هي الحلول هي الحلول ما جات في حلول ما يبقى 16 سنه ربما يعود منها كما قال لك هذه 50 مليار موجهه للنقش. انا اعطيك بعض الارقام. لا انا يامس كنت في ملح انا يامس كنت في اعداديه في ملح هذا وسط نواكشوط في قلب العاصمه نواكشوط. هذه الاعداديه فيها الثانويه فيها 1888 تلميذ على 15 حجره. تصور الناس تجي مع الصباح تعدل باك قسم فيه 100 طالب تصور عندي 100 طالب كلهم طيناه دقيقه واحده يسوي الاستاذ استاذ الرياضيات او استاذ الفيزياء. كم جات 100 دقيقه معناها للسنه للعام الدراسي. لا لا في هو طلع لهم الاستاذ هم 100 طالب كلهم يقبل دقيقه واحده يسوي 100 دقيقة معناها ساعتين وفات الحصة. ها هم ما مسامحين قاعدين على طويبلات جزء منهم قاعد على طويبلات الابتدائية أصلا والأخرين قاعدين تحت. أنا ما نتكلم عن أدرار ما نتكلم عن تير الزمور ما نتكلم عن الحوض الشرقي نتكلم عن هون العاصمة وسط واضح هو 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 كما قال لك هو كما قال لك فهم ناقص لأن الحكومة قاعدة الحكومة معترفة بأنه ناقص ناس قرر إنشاء ناقص يعرف القاصي والداني 40 سنتين وخمس سنوات واضح لله يخلينا نؤمن بعد 16 شهر يخرج جيش ما يخرج على كل حال سيد على كل حال انا راه لي من نرجع لا نرجع للموضوع ولا الحوار شوي انا راه لي مني معاه لان ما خالق قاع اي سياسه ما فيه اختلالات معينه وانا ذم اللي تعالج اذا النظام معالج الحكومه تراكمات الشيوس المشي له ياسر من الزمن مبارك معاه طبيعي لا ان شاء الله نرد تقبل الله في الرد خالق 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 انا اللي كنت واحد دفي دار ذلك الرد نعرف عندكم ما همكم على انه على الدرشي ولا قطع على الدرشي وهو الحكم دائما هو لا بد من يخلق شيء هي ميزانيه الدوله لا بد من تدار شيء الحكم المواطن مدينه نواكشوط تنافس نحن فيها احزاب موريتاني ما لنا ذلك السنه ونجحنا احنا فيه ماني لا قابلين تنافستوا فيها بالجنرالات شو تنافستوا فيها بالجنرالات وبمواد الدوله وبالوزراء اللي تعرفوا وين انا ما قاطعتك انا ما قاطعتك انا اقول لك انا ما قاطعتك شو تنافسنا فيها تنافسنا فيها هو ثقة نواكشوط اعطاها لنا اليوم كامل به شراكه شاف على ارض الواقع ما هو كلام لك التزوير التزوير اللي قالت الاغلبيه بيانات الاغلبيه قال بيانات احزاب الاغلبيه عقلك مارقي من انتخابات رئاسية والله ومكين هاليوم الحمد لله وافية ورئيس الجمهورية برنامج وزكة 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 ما وارقي منها لك واضحة هذه حكم المواطن هذا اللي فيه ذلك معناها انه زكانا على نواصل في هذا المدى المواطن ما خليته وين مع الصناديق المواطن ضغط عليه بالجنرالات ضغط عليه بالوزراء بمال الدولة بمال تآزو ضغطت وملاك اللي ضغطت مال الدولة ومال الناس الأخرى ومال الداخل ومال الخارج ومال تآزو وضغطوا بالجنرالات وضغطوا بالوزراء ارجع عملنا داخل ذلك السياسة المهم معنا نرجع للتنمية بكل أمانة احنا قاعدين نتكلم على ذلك عن البلاد عن التنمية بلاد السياسة اللي راني مخلي من هالشيء اللي لا بد أنا وتبريح هذا شو قال الحوار السياسي لا بد أنا وتبريح هذا الحوار السياسي قال قصارك الأمور التنموية هذا قلت على إن وناقشت وشخصة الاختلالات الموجودة وهذا طبيعي وهذه قلت لك هي المقاربة الجديدة ولا على الوزير الأول من نفسه متابع الموضوع وعلى إنه عدلت له برنامج لين الشابة الأول هذا البرنامج يحوي كل قطاع الانجليز يحوي على انك عندك, عندك ما يزيد على 200 وشي من المنشآت التعليميه وشخصت فيها 190 من التعليم الاساسي هذا ما بين مدرسه مرممه الترميم المطلوب وزياده الحجرات اللي يلا تنزع فيها 21 مؤسسه ثانويه لا يترمم ويعدل الحجرات قابضين بعين الاعتبار ذا قال هو اولا لا يرمم معلن ذا قال له الدوله مفتوح ضرك مازال التسجيل لجميع التلاميذ وعلى مستوى الاعدادي والثانوي والابتدائي لين يوفى شهر 11 ها طبيعي خالقين شهرين دائما يخلوا هو المشكله هو التلاميذ اللي مسجلين كانوا يوضح العدد المسجل لدرك يقين متوقعين وبين اللي نعرفه نسبه الحضور حاله اللي لا يسوي الاشكاليه الاكتظاظ واشكاليه التبادل هو على كيف قلت لك خارج 190 مدرسه على المستوى الثاني الاعدادي لا يندر بالحجرات مبارك معاها تضاف لها الحجرات الكافيه وترمم الترميمات يا الله ترمم وعلى المستوى الثانوي كذلك في 21 مؤسسه لا يترمم وتزاد الزياده هذا على مستوى 19 جديد هي 14 على مستوى نواكشوط قاع كامل يا غير بعد الشمال 21 مدرسه تيارت على حاليا تيارت فيها 22 مدرسه حالا تامه
فيها خمسة جدد كاملين، ستة يقع لا بين عام الأول وأول عام الأول تامات، الباقي المدارس معدلهم ترميم كلي، وذوك منهم اللي يالله يزادوا حجراتهم، مبرمجين يزادوا حجرات اللي يعود يغطي إذا كان الصمع لو سادم مش عن الحجرات، سادم مش عن الحجرات عام الأول في لجنة يعرف هو سيد الرئيس شكلتها وزارة الإسكان وزارة التعليم وقالت عن خارج 98 حجرة عنها ما هي صالحة للتعليم عنها أي ما هي كاملة ما هي كاملة ما هي كاملة ما زالت لا ما زالت عشرات لا أنا ما زالت موجودة وأنا قلت لوزير التعليم مداخلة موجودة قلت له هذا منين يطيح الأولاد موريتانيا ويموت ومن مسؤول عنه قال أنا المسؤول عنه قلت له شنو فائدة مسؤوليتك أنت منين يفوت ويموت أولاد موريتانيا اليوم المدارس اليوم المدارس في ديار مكريات وفي واحدة من المدارس قالت ملكيتها السيدة وطاتها للسماسرة وعادوا كل نهار يدخلوا على التركية يقراوا في نواكشوط في نواكشوط الشمالية ما هي في نواكشوط أخرى يخرصوا بلافون ويخرصوا الدس ويخرصوا كرو وتلاميذ وسطها يقراوا لأن مولاتها لا يتبيعها وتتكلم لورا ذاك عن حجرات لا يتضاف هذا يقودنا السيد العمدي هذا خلينا نكمل المجال الصحة أنا طالب من السيد العمدة دقيقة طالب من السيد العمدة خالقين خمسة أيام هون تمشي في مرحلات شور تونس يوقف في المطار بلان دور قاعد يزيد لا يوقف في المطار وشوف كل رحلة فيها 200 رقاش ماشة تتعالج فقيرة واضح هذا هو الموضوع يوقف عند البال يوقف عند البال ويشوف الناس اللي وعد السيد ياك يعرف مستوى الصحة شي ما وعدل في خمس سنوات مولا وعدل في تفاصيل مشروع وشي ما وعدل في 5000 مليار مولا وعدل في 50 مليار شكرا هذا ينقال له العبد طبعا احنا نتكلموا اذا هون لين نفصل لا المواصل لا ينفصل الحمد لله لا يتحدون وجب المواطن ذاك دايما 50 مليار خليناك سيره 5 سنين جاي 50 مليار هي 50 مليار صرفت اكثر من الشراء العمليه الانتخابيه وهذا يواصلوا نائب الوقر خليناك سيره الفتره الجايه اذا في موضوع مشروع عصره المشروع هماك الموضوعيه لا مشروع عصره المشروع جزئيه التعليم فيه جزئيه التعليم قلت لك على ما يقارب من 260 يقر 260 و250 منشئ على مستوى 400 منشئه تعليميه ضمن عصره المشروع التعليم الاساسي مبارك معاه كامل وهو حالة تعدل الدراسات الفنية وإذا الله يعدل هذا قايل أنه قد يحل مشاكل التعليم والمدرسة حال المشاكل هذا جاي على أساس الأعداد والتوقعات لسنتنا الجاية من السنة الجاية المدرسة الجمهورية جايت السنة الرابعة المدرسة الجمهورية لم تعد موجودة جايك المدرسة الجمهورية لم تعد موجودة أنا طلبت النواب عنهم يصلوا أربع ركعات خلينا نرجع إذن اللي يحيط بعلن أنتم سوى إشكالية التعليم معلم مستوى أحياء نواب صوت كامل هذا انقبضت الحيطة وداخل في هذا البرنامج كذلك الصحة في ملي رواية مهمة قطعا قبضها قطاع الصحة لأنه ذلك قالوا النقاط الصحية كانت موجودة في نواب صوت رفع مستواها كامل المراكز الصحية لذلك فيه حدود 40 منشأة صحية لا يبارك معها ضرك لما هو تغيير لا هذا ما ينقالوا تغيير الأسماء هي نقطة صحية كانت في مرحلة معينة نواب صوت ما يحتاج ما يحتاج نقطة صحية اللي يحتاج مراكز صحية مركز صحي ما ينقلوا معناها فيه طبيب وفيه قابلة وفيه فحص وفيه مخبر وفيه بعض الأمور على ذلك الأساس فيه ما يقارب 40 منشأة صحية في البرنامج لا يتعدى مغطية بلديات نواب صوت وراه يالك منابع عمل من الساكنة وموزعة على النقاط البلدات اللي الله تعود فيهم ومعروف الهشي واضح كذلك منين نقيس البنى التحتية لين أرجع لك الجزئيات الثانية ومسلكم عن أبها أنت ما ترى علينا 400 منشأة تعليمية فعلا قد تقوي من وجود ولا توسع الخارطة المدرسية على مستوى نواكشوط كمدينة وأيضا 40 مركز صحي هذا يعزز الصحة القاعدية للناس يخفض على المراكز أيضا الصحية كلام زين غير وهي لا ننزل الواقع 400 فيها وحدات مديورة عنها لا يركبوا لها 5 بيبان وفي هو إنشاء هو الإنشاء لا هو الإنشاء هو ما قال الترميم المرمم معروف هو المشير الجديد معروف إنشاء وفي ترميم ترميم 400 هون باب وأكبر باب يدخل منه الفساد 400 مدرسة ياسر أكثر من 50 مليار 400 مدرسة في شيء لا يندر وفي شيء لا ينسبغ وتو لا تعطيه الوزارة نعيشه يوميا لا تعطيه المقاولين الترميم
هذا اللي قالوا ترميم هو اكبر باب يدخل منه الفساد، لانه روايه لا حد لها وهي مدرسه تعود على اساس دراسه كامله دراسه هو الفساد على اساس دراسه هو المفسدين هم اكثر ما يعدلوا الدراسه هي المدرسه عيات تعود صنت لي تم اعطيت الكلام تعرف الشائعات وكلامها السيد العمده انا الفساد والمفسدين السيد العمده الحمد لله السيد العمده مستوى معين للبلاد ما تحل فيها السيد العمده انا ولا راك في الحمله السيد العمده يجاوز لك السيد العمده السيد العمده حني انا اتكلم رئيس من الامور التنمويه قال الحقيقه تتخلى عنك مما يؤلمني عن هذه الامور التنمويه لا تنقبض فضه موريتانيا وتنتكل بها من جديد لقد حني تطرحني سؤال حني لا يقدر يتعدم انا ما خليته يتكلم تفضل خلوني اتكلم هذه 400 منشاه قلت لك عن فيها شيء ترميم يعود لا كوشن بينتير لا هندار لها تدونا ما نرموه مدارس ما نرموه حنيني ما نعدلون الحجم اني نعود كلمة 50 مليار اللي بالنسبة لي أنا ياسر الفضل 50 مليار العمدة حنيني كل قطاع عرف ذا الوعد العمدة حنيني هذا حنين شوي هذه لا تسمح لي أنا أطرح جزئية جزئية مهمة اللي تقول مهم بالنسبة له انت قبل قلت لي أنه فيه مدرسة مؤجرة والله مؤجرة تأجير بقى قلت للوزير ان في سقف قصد يطلع على وصل الشارع ما هو انا اللي يظهرك تنتقد الترميم المدرسة صنت لي لا هذا قد يعود متنقي ظهرك يطلع الفرضية افهم انت كصحافي انا ما انتقدت الترميم انا انتقدت الطريقة الماشي بها هذا الطريقة الماشي بها كون هذه 400 هي قلت لك انت ما صنت خلينا نكمل ياك تكتب عندك 400 فيها واحدين احداث لين دار لهم كوش من البينتير في حنوني حاله نوفا انا ما بتكلمت حنوني كمل حنوني فيها وحدات لا هي بتنام يا غير تحصيل حاصل إذا كان أصلاً قبويد سابق تخلق هاي 50 مليار كان ماشي وزارة التعليم ووزارة الإسكان كان عندهم برنامج أنت الضرائب اللي حنيني ذي الضرائب اللي نقصفوا بها صباحاً ومساء والدولة ما في بطة منقول اللي ما تدير عليها الضعف ولا فيها بوش من البن ما تدير عليه ذي الفضل أبو تبت ندار في شيء صحيح لا يندار منها ياسر في الديار في المغرب وفي إسبانيا وفرنسا يغير لا بد من يبقى منها شيء ذي الفضل لا بد من يبقى منها شيء وبالتالي لا هذا قبض ليل وكالوا قروا فيها إيه هو رقاج جيل رقاج والحق عنده تركة جابر منها 10 ملايين وقبض منها 8 ملايين وطاه مليونين ما يقرر فيه المليونين احنا الدولة ما تقرر فينا حنيني أنا طرحت لي سؤال وحنكمله له للي معدل على مستوى هذا البرنامج لا يرقى للي يحتاجه المواطن هذا الاكتظاظ حلو ما الجذري ما فات خلق وتوف به اللي المدرسة الجمهورية اللي تكلم عنها سيد العمدة قبيل أنا قلت للوزير عنه النهار اللي وقع فيه اعطاه فرصه لسبع مدارس تقري المناهج الفرنسيه عن ذاك النهار عنه يصلي يكبر 4 تكبيرات على المدرسه الجمهوريه معناها عنها انتهت انت منين تسلم الفكره الرئيسيه من برنامج من المدرسه الجمهوريه تقوم على فكرتين حني تقوم على فكرتين الفكره الاولى عن الدوله ما هي تاكل تربيه الابناء في هذا العمر الزمني على الخواص الموريتانيين اللي عندهم تجربه وهذا جيد واحنا قلنا عنه معاه إنين تعود ما أنك تأكلها على الخواص الموريتانيين وتمشي وتسلمها لشمل الجانب معناها عنها ضاعت الفكرة الثانية اللي في المدرسة الجمهورية هي المساواة هذا الشير اللي ما عنده ذنب ومازال صغير وجابوا مولانا والديه فقراه ما يلا يتميته إلا بمناظر هذه الشاشرة اللي في مدارس أخرى تختلف عنه ولذلك جاءت فكرة الزي المدرسي من هون جميع الطلاب واضح جميع الطلاب يلبسوا نفس الزي ويقراوا في نفس البليد تمشي الصا انت تجيب لنا قرار في اخر لحظه وتلغي ذا كامل وتفتح الست مدارس معناها هذا موقف حق نريده به باطل اذا واضح سيد ماهر اللي حالك كمل يتكملوا تعلقونا عليه طبعا دائما لا سايع عنه وعن بعض الامور واحد في السياسه انا سايع عند الفساد اللي يولي من هذه 50 مليار لا يتكلم الفساد مملي اللي من قبل تروح البرنامج قلت لك من عند منين نكمل ورفدوا الوزير الأول والوزراء معاه وجاءوا فخامة رئيس الجمهورية أعطاهم ملي الموارد المطلوبة وكلها كلفوا وحد متابع اليوم القطاعات يعرف ان القطاعات اليوم كاملين واحلة بها اللي ده برنامج استعجال غير ملي لابد من الشرهنات يعلنوا ما وحلت عن برنامج لا واحلة فيه تعدل برنامج ودراساته يا غير ده ما هو داخل عن ذيك البرامج الطبيعية وهو الحمد لله إذا يجي الحكومة وجايته ميزانيتها عند شور البرلمان وهو دوره رقابي فيه ويلوذ الفساد ويلوذ الله كامل يلا يلوذ فيه ويقوله وارك الصبعة احنا الأمور اللي لا نعرف عنها قبضت الإطار السريع
الجمهوري، واعلن فهم مقاربه جديده وهم متابعه جديده، واعلن انها لمست هموم المواطن على مستوى نواكشوط كامل، واعلن شافت قضايا المستعجله الضروري تخلق اللي من اين تخلق اطرحنا قطعا لبين البنى التحتيه والتنميه المحليه اللي هنقدوا تواصلوا فيها شور التنميه الاخرى وشور العصرانه اللي هي مرحله ثانيه باذن الله. يا غير بصفتكم عمده سيد العمده، بصفتكم عمده من دراج ابرز المعايير اللي اعتمدتوا التوسيع هذه الخارطة المدرسية اللي ممثلة في 400 منشأة تعليمية و40 مركز صحي، ومن دراك كان فعلا ستوفر والله تضمن ولوج الخدمة العمومية للمواطن أينما كان من مدينة المرشود بما فيها المياه احنا كعمد كسلطات محلية اطرحنا بعض الأمور وعدلنا تحكيم، كنا قعد وناقش وبين مبرراته لاهميه المنشات اللي ذي ومنين طرحناها كل قطاع ملي وكله انه ينزل معانا لارض الواقع، معنا هذا المعدل من مدارس على اساس البنيه التربويه اليوم للولايه الشماليه كامله كلها ايش فيها ورق وش متوقع بين هون ونهايه نوفمبر اعود فيها، وش يلا اعود فيها بالسنه الجايه اياك نهيئوا له ورق بالشكل اللي حاضر، وانقبضت المدارس اللي توسع فيها اللي انداروا فيها 5 حجرات وفيها اللي تعدل 8 تدوبل المدرسه نفسها وفيها اللي تنشا مدرسه جديده، اياك للاختلالات الخارقه واقع لان ما هي منكوره يا غير انقبضت الاجراءات اللي تعود فيها. شنو هي التغطيه الصحيه؟ انا على سبيل المثال انا تيارت منين المركز اللي عندي الاول اللي تولج له الناس يوميا يحول الى نعود من فئه الف وله يعدل للمركز الصحي اللي في دار البركه ويعدل لي اللي في عين الطالع ويعدل لي اللي في سكه متار ويعدل لي في المشروع اطراف المقاطعه كاملين عاد كلها قد يمرق من داره واعد منشاه صحيه يعدل فيها الرياض عاد هذا جانب الطرق مبلي الطرق مبلي احنا نعرفه كامل يعني ذو العمان نواكشوط يعدل فيه من الطريق حد اللي يقول شيء بعد حقيقي احنا جانا مشروع اول انا ثماني واحد هم جانا من 40 جاتنا 52 هم جسور كان حد كل حد يقول اعلنوا ما تقدر الصح هم الجسور اللي لكم وفاو كاملين على ارض الواقع لوك هو حقيقه شيء ملموسه كان كل حد دخل الاصبع فيها ويقول جسر الحي الساكن خليك فيه اختلال كيف الاختلالات اللي خليك كامل من طرف الشركه اللي قابلته شركه اجنبيه شو عدل وعدل اجراءاته قابلته شركه ثانيه وياك وقف على ارض الواقع اليوم قبضنا اللي منين تخرص لا سبيل مثال تيار تدرس معايا الى سببنا حزنا على الاختناقات الطريق اللي لا تخفف الاختناقات ولينا عجزنا واحد نعاش كاملين يا غير ما هم كافياتك بيقول لي انا نطق نعاشتك انا عاشك ديرهم في الارقام وديرهم شمال موسلات وحال ذيك انت في الارقام انا نختار نعرف العمده نختار نسوي هذه الدراسات العدل هذه الدراسات اللي عدلوا حالا وللتشخيص عدلوا هذاك والله لهم 5 سنوات متبركين هو ما يقدر يعود لهم 5 سنوات مشبكين السواء اذا كانوا يعدلوا سيدنا عبد الحليم انا لا اقبل لك التعليم اذا لهم 5 سنوات لهم 5 سنوات كم سنه يعدلوا هذا وتنزل الميزانيات ولا تغير شيء سوى شنو الصحه نفس الشيء معناها الاستراتيجيه العامه الماشيه بها الدوله غلط انا يا امس قلت لوزاره وزيره المياه حنين انا رايي انا نظري لا يجي انا نظري شايف رايك انت انا شايف المناسبه هو المنتدى من طرف حزب التواصل انا يا امس قلت له ضربت مثال لوزيره المياه بالواقع اللي تعيش وزاره المياه قلت لها عن قبل فتره فيه زورق فيه مجموعه من المهاجرين السريه يعني الفارقه ماشي من غينا من غينا وعن طريق السنغال وقايسين ايطاليا وبني طاوة 15 يوم جاتهم رياح متينة وفقدوا البوصلة ما تلعب عارفين من يوم عادين وبعد 21 يوم بعدين وشكوا على الهلاك شافوا اليابسة غير ما عرفوا كانها إيطاليا أو إسبانيا منين قربوا من اليابسة هي شرطة السنغال يوم رجعوا لدكار هو الجهد خلق والعمل خلق ولهم شهر زايد يزقنا مسكينة غير رجعوا السنغال أنا مسكينة هذه هي وزارة المياه هذا ثقيل هذا ثقيل هو اللي عدلهم يتحركوا سيد النايب على كل حال ويتعبوا غير النتيجة ما هي خارقة هم بعد قبل 5 سنوات كانوا يعدلوا نفس الإحصائيات ويقولوا عنهم يشتغلوا عدلنا 5 سنوات 5 سنوات اللي عدلنا ملموس على أرض الواقع وزكاها المواطن وزكاها المواطن يا غير ما انا مكتفيين بي ما انا مكتفيين بي طيب الوقت نتكلم جايبني هون يا تكلم 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 يا غير يا غير نبقي تكلم لي خارقة جزئية مهمة تكلم عنها خارقة نقطة هون انا جاي امثل الشعب انت اياك عندي انا بعد سؤال انت بعد اياك عرفت يعني ولايتك حزب التواصل يعني ولايتك انت تعطيني الكلام ولا لا يسوي انت عندك القدرة لا يبنى الموقع لا يسوي لو كان عرف بعد يعني ولايتك ولايتك كانك عرفت الارقام اللحظة الاولى جانا ملون
ومحفل وياك ضابط ومشاهد راعي في التلفون. قلت لك عني نعرضه كيف تعليك غير راعي في التلفون المشاهد الصحيه لا تعود كذا اي غير انا طابع لي ونعرضه يا قائد ما ترى على المواطن من كان كلمت المواطنين في الولايه اللي انت نايب عنها عن اهميه هذا المشروع وكانهم قاعد فعلا شاركوا في عمليه التشخيص. المواطن ما هو جد عليه به اللي جرب ذي الحكومة ويعرف أمورها حنيني حنيني شوف حنيني فصل ملي حنيني كأن نظرك بادئين ذوي أنا بادئين لا إحنا مستمرين إحنا بادئين الحكومة ما بعد حد حنيني العمدة ذي الكلام ذلك الله ينقال لنا عن الطرق خمس سنوات الماضية والتعليم والفساد اللي كان فيه ما أنه قابلينه هذا نظام واحد وشي ما هو عدل إنه جاسين يعرف ذا من الطرق الواقع يخرج من العمال الماضي يعرف ذا من الله على ظهره والضرائب ويعرف ذا من الضرائب على سكر وعلى مار وعلى ذي مجرمين حاني من السنوات الخمسة الماضية تعرف زي اسمح لي مان الله اسمح لي دقيقة دقيقة وتوب لي نطرح لك سؤال يطرح لك سؤال مان الله يبنك يطرح لك سؤال مهم سؤال مهم إياك إياك أنت بنسمع تنظير العمدة وذاك قلت لك شوف أنا هو حضرك ما عندنا بتلبس حنيني أنا هو في ولاية ولا التنظير قد يقولوا لي هوك غير أنا هون جاي أقول لك كلمة الحق اللي دور المواطن وجهة نظر وجهة نظر وجهة نظري اسمع هذه خمس سنوات كانت ميزانيتنا فيها حوالي 3000 مليار 3000 انت تتكلم لي عن 50 مليار شو ما عدلته في خمس سنوات ولا عدلته ب 3000 مليار بسمح لي لا تعدلوا ال 50 هذا الروايه كيف هذا الروايه هذا الروايه طول عمرك في البرلمان تلحق 2000 مليار هذا خارج الجزئيه خارج الجزئيه فرنه المصلحه اللي كان زمن معاويه توحل فيها الناس فتره ومره يمشوا بالناس شور تنبدغه ويقولوا لهم عنها مؤتمر وقطاع يتم بالتنميه الحيوانيه اول يوم الحمد لله ويوقف رجال الاعمال هنا تيا في قصر المؤتمرات كلهم قال لا ينعدل ولا ينعدل ولا ينعدل وعقب عد واضح بها خارج الجزئيه خارج الجزئيه المواطن قال له انت كبرلماني محمد الشيخ رضوان عن عنه دور يجبر المشهد وعنه لا يجبر وكل تلميذ لا يجبر وعن ما لا يبقى حد على طارق طارق الطريق لهم احنا اليوم تلاميذنا يقرا في فصول في نواكشوط فيها 120 طالب و100 طالب سيد النايب سيد النايب دقيقه شوي دقيقه شوي دقيقه شوي الى هنا الى هنا تعود صريح مع المتلقي ماني مقاطعك نطرح لك سؤال نطرح لك سؤال المتلقي خليني انا باطخ رجلي في الصيد المتلقي يتوقع اجابتك الشفافه طبعا بعيده عن موقفك السياسي كنائب برلماني وعن عن عن وجود طريق رابط بين كرفو البراد وطريق الامل و 50 رابط بين كل متر كل متر وتوسيع الشبكه الطرقيه على مستوى نارشوت 137 كيلومتر كل حجره ها واحد هناك ترى تعلن اذا افترضنا عن اصلاح اذا افترضنا عن انجز هذا الوطن اسمعني اذا افترضنا عن هذا كان انجز كل حجره في هذا الوطن وكل متر يعبد من الطريق فهو شيء مهم لكن هل هو وعدل بالطريقه اللي يلا والله لا انت هو المواطن ماك دور قاع شيء يخلي احنا قاع افترضنا ان في فساد قام دور هذه الروايه اللي يدور فيها المواطن هذا المواطن الموجب المواطن يعود للمتر كان له يعدل 166 مليون هو عدل غير عدل 250 مليون هذا فساد هذا فساد وفي فساد الحجره من الحجره لا تقول هذا بيك اللي تعرفه لا بيك اللي تعرفه تعرف على الطرق خلي فيها الفساد نايب دوره ولا الرقابه شوف شنو الامور كشفوا على ارض الواقع انا طالب من النايب بعد ان يتسع شوي يتسع شوي وراجع ان شاء الله لا ان شاء الله الوقت كامل لا نرجع لعمد النايب دائما دائما لا بد ان يقبل دور الضحيه احنا من اليوم خاصم علينا انا ما قصدت انتم الحق تقولوا له الخصومه الحق تقولوا له الخصومه مين يقول لك عن ما من اليوم ما حد البلاد اللي فات ما زال ساكنه في الحاله هذا طال انا زين عندي غير لا نسول بكم معدل من درى كانوا عدل بثمن والله يا قال الأولوية هون المتلقي يدور يفهم عند عن عند النائب بها لكان أولويته يعدل المشروع وتصبح الخدمة متيسرة متيسرة للمواطن خدمة الماء والصحة والتعليم يسوى بأي ثمن والله قاعد يدور يدور ما يخلي شيء لا تضعني بين الخيارين إما توكل فلطي وإما تضعني بين الخيارين في خيار ذلك هو اللي ندور يعدل لي ذا الخيار بفلطي وبسعره الموجب تضعني بين الخيارين في خيار ذلك ماني متنازل عنه أنا كمواطن أنا كمواطن ندور الخيار الثالث اللي ما ذكرت أنت أنا يعدل لي الطريق ويعدل لي المدرسة وتعدل لي الصحة غير بثمنها ما هو فوق ثمنها ذاك الأخر ماني قابل العمدة قاعد انقباض في الأمور كاملة مبدأ الترشيد
وعلى ذي الأمور متابعة وطالب منه هو كنائي. طالب طالب, طالب منه هو كنائي. الأمور ما تستعجل. الصفقات التي تفتح كامل السابع حفر ومنها شفت اعلنها فيها شيء ما وسلي هذا دور رقابي دوره كان اخضر لا ياكد له صعد الحمد لله شيء يديره رشدا والواحد فيها الله قارين والله لهم 5 سنوات المواطن اللي يندار من الموارد يندار لا المواطن ولا قد حد يوقف ظرك في ذي الامور اللي هي اللي طالب انا منه على انه يقيم شوي ويتسع راجل ان شاء الله يطول اعمارنا كامله وعلى اني انا هو زكانا وانت ملي ان شاء الله كدلوا بالارقام الواقع على ارض الواقع عن الرجال اللي سرقت فوضه موريتانيا بحكم المحكمه بحكم محكمه خمس سنوات اللي تخلينا ما نخليش ولا بعد قاع هذا اللي قالوا الاختلالات التسير غير قاع انا ليش قالت المحكمه المسار ما خالق دولة ما فيها بعض الاختلافات. ما خلي عنا. تنقبض هالمساطر يلا تنقبض. لا خالق مجتمع فاضل. ولا خالق مجتمع فاضل. ما خالق ما. السيد العمدة. واحنا احنا الأساسي في ذا. إعلان مقبولة منهج سليم. جديد. ما هو جديد. السماطر. رؤية من البداية. هاي رؤية من البداية. لا أقول إنه كان جديد. ولا قبل سنوات. إحنا ذي وذا جسد على عرض. السيد العمدة. على ترشيد موارد المواطن ودينا هذا. المنهج جديد. والفساد ما نقابل لغة. نعرف معكم قبل. مبارك معاه الفساد مبارك معاه ذاك نعرف الفساد مبارك معاه اسمع تشفه ما هو ذاك اللي تعرف انت منه اللي ما بس انا لا تشهد الفساد الفساد مخبص سنوات انت تبارك مع رجال الاعمال ولا كبار رجال الاعمال تبارك مع الفضل ولا كبار رجال الاعمال واخبرها ذاك رجال الاعمال الفساد له 5 سنوات يعدل هنا تيال انا ما شخصا الفساد 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 اللي قال الفساد خلونا نمر قمر الدوبي اللي مرض من أعراض اسمع منين تقبل المؤشرات اليوم في العالم إذا هي لك 200 دولة في العالم والله قريب منها زايد إعلامية وشي 40% مؤشرات في احنا في رأسها مقدمة احنا لا كيف إذا كان مقبول مهام ومن تعايش مع الفساد مهم لا مهام تعايش مع الفساد نقول لك احنا بندور ونناقش عصرنا مدينة نواكشو احنا بندور ونناقش عصرنا مدينة نواكشو لا يجيس لك عصرنا احنا عنك يقول لك الفساد لا نروح له فنلبوا للمواطن حاجيات الخدميه ان قال ان هذا فساد احنا يا غير يا غير انتم السيد النايب هام على ان لا ينقص لا ولايه الشماليه لا ينقص منها لا تيار يا غير السيد هام على التيار ما تقول لا تحارين هام على التيار ما تعدل فيها ظرك قريب من 11 كيل من تعدل يا غير السيد هام على ان 4 مراكز صحيه ما تعدل فيها وهام على ان ما تعدل فيها 13 كيل من الاناره لما قلت وتوزع وهام على ان ما ينزاد فيها هذا هام النايب يا غير احنا لو كنا نسامعي راي احنا ما ننجح في الولايه بعد انه ما نجح فيها يتكايس معنا كان باطل السنه الجايه قلت رغم كل التزوير رغم كل التزوير اللي خلق ذيك النواب السبعه اللي طلعوا من نواكشوط الشمالي انا هو الثاني منهم الترتيب هذه معلومه عاطيها له باطل رغم كل التزوير واستخدام المال العام واستخدام الجنرالات طلعوا 7 نواب وانا ترتيبي هو الثاني منهم التزوير ماشي هذه باطل معلومه عاطيها ترتيبي هو الثاني منهم تعرف العدد اللي صوت عليك بالولايه كامله لا نعرف احنا فهمنا ان طالعين بين 1700 لا خلي الولايه فيها 614 ساكن لا لا طلعت اللورا وانا قلت لك عن النواب 7 برغم كل التزوير وشراء الضمائر هذه الاولى الثانيه انا لا نقول له عن المفسدين يدوروا المشاريع يدوروا الطرق تعدل لان من ما تخلق مشاريع ما يجبروا شيء يفسدوا فيه فلذلك هم يدوروها غير يدوروها بمقاييسهم يا غير السيد النايب انت تعترف ان هذه اختلالات موجوده فعلا اختلالات موجوده وحكمت بها المحكمه بنوك اللي حكمت عليهم المحكمه بعنهم نصوص عينهم للنظام حاليا وذا الكلام قلت له الوزير الاول وبعض البرلمانيين ومدوا اصابعهم وحدين موجودين معنا في القاعه حكمت عليهم المحكمه بعنهم نصوص هذا عن موضوع الفساد عن موضوع عصر نواكشوط ادراك انا اقترح لانك انت في نواكشوط الشمال ما ترى لان التعليم فاصل فعلا العدل والصحه هو اللصوص هم اللي يعدلون يعصرون ولا ياكلوها هي المشكله ما طالما لم يتم تغطيه الاجواء من المفسدين ومحاسبه المفسدين معناها كل رجال يسرق ومنين يسرق يلم من الفضاء ويمشي يعدل بها استقبالات كرنفاليه في مدينته ينتظر عنه يعين وزير وبالتالي ما دام ما طرات استراتيجيه جديده
شي ما عدلته هذه ال 3 مليار ما له يتعدلوا 50 مليار وشي ما عدل في 6 سنوات ما له يعدل 16 سيد العمدة لين الوقت بدا يداهمنا ذاك الصدر مشى عن طريق وكاتي ترى علينا 16 شهر كافية التحقيق التحقيق هذا المشروع العملاق على مستوى مدينة نواكسوط كما يقول البعض فيه الطرق وفيه الصحة وفيه التعليم بإذن الله تبارك وتعالى هذه المكونة وهذا اللي صار العامل الزمني الحاجيات الاستعسادية في نواكسوط قبضت بجميع الإجراءات على أنه آخر شيء 16 شهر لا يعود منفذ على أرض الواقع وظهر أنه من الحكومة كاملة بدأت قاع بها اللي بدأت تقبض على رصة بعد الأرقام وأن السيد النائب تكلم قدامه ومدى الوزير الأول معاي الوزير الأول وجايه الصبح ويا الله يسولوا عن ذيك الأمور كاملة اللي خلقت إحنا ظهر أنه ما نقدر أنت مدائما في جو ذنبت واللي واحد فيه النايب على أن كل شيء كامل عندنا خاسر وكل شيء إحنا ما هو كل شيء أنا أتكلم عن ذي النقطة اللي جبتوا هاي النقطة ما تقدر تحضر شي صار نقول عنه صار جبتوا النقطة محددة نجيبوا لي الرواية أخرى أصل قاطعتك نجيبوا لي الرواية أخرى صار حد دور قول عنه صار سيد النايب ما قاطع حاليني أنا ما تقدر جبتوا لي النقطة محددة سيد النايب ما قاطعته طاري من هذا قطع عنه تم تشخيص بعض المشاكل الموجودة ولها وتسويتها كاملة غير بعد الطريق الصحيح لتسوية بعض الأمور عندما كان ضمانات موجودة لا توجد ضمانات بعض الضمانات الكافية انقبضت الضمانات بحيث أن الأمور شنو الضمانات؟ اندرست شنو الضمانات؟ لا تكلل المال شنو الضمانات؟ لا تكلل شو الضمانات موجودة قولها لا تكلل المال هذا الأمور ذا هي تحت عين والتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية والتطبيق الوزير من الوزير الأول اللي نعرفه كاملين على أنه من الساعة اللي بدأ حكومته على أنه ما ينقص قاع من داره واحد لا فشي عملي هذا على الأقل ما ينقص ملكته داره ما يجيه واحد فيه اللان عمل من أجل رفع قدر المشاريع بين يده وشي ملموس على أرض الواقع هذه حقائق ما بس أنا ما أنا من الناس اللي يزلف ولا نقول شيء ما هو حق نعرف أن ذلنا يعني ضمان ولوج الخدمة للمواطن وهذا تحت ضمان ولوج الخدمة للمواطن من خلال هذه المشاريع أنا ما اللي قلت لك على أن لا راجين إن شاء الله على أن بعد انتهاء الفترة على أني أنا حضرة النائب اللي قعدوا هون قدامك إن شاء الله ولا هي يعترضك ساعة أنا أعرف أنه نصيف بعض الأحيان بعض الأحيان ما هو دائما السؤال جاوبك ولي لأن جاوبك أنا عليك ضمانات اللي ترى أنها يعرفت موجودة شنو ما هي الضمانات عن هذه 50 مليار ما هي الضمانات عن هذه 50 مليار تمشي في عصر نواكسوط أنا سأكون مسرور إلى أن دارت في عصر نواكسوط وزينة عندي وأدعو الله سبحانه وتعالى في الأوقات كاملة عن نواكسوط عود مدينة عصرية وراجي ولا يهمني مع أي نظام كانت نواكسوط عصرية ومنين تعود نواكسوط مدينة عصرية ويخلق فيها تعليم وصحة في زمن النظام أمتلك الشجاعة الكاملة اللي نقول هذا زين وهذا صار يا غير ما هي الضمانات لا توجد ضمانة جديدة لأن الفساد نفس الأشخاص ما زالوا ولأن نفس الأشخاص اللي كانوا في فوضى موريتانيا على مدى السنوات الماضية هم اللي يعدلوا المشاريع ونفس الأيقونة تتكرر المحاكم والتفتيش ومحكمة الحسابات هي نفسها فات حكمت على واحدين وقبلوا الفوضى وداروها في الديار وبناوها عدلوا بها المشاكل وندار أنا ماني حاكم على شيء أنا قايس على الماضي إذا شكرا أنا ماني ولي ولا نعرف المستقبل خلاصة الأمر لا نختم بها عن 50 مليار إلى ما وطرات حالة جديدة إذا تمت بجس الطريقة الماشية عنها لا يتتلبه للتلاف مليار واضح. وعن 16 شهر لا يتتلبه خمس سنوات عن 16 شهر لا يتتلبه خمس سنوات وعن 50 مليار لا يتتلبه للتلاف مليار وانتم مندوروا في نفس الحلقة للأسف الشديد إذا كان في تعقيب في 30 ثانية على كل حال شكرا لكم وشكرا للسيد النائب جزاه الله خير أثر النقاش شكرا لا نقول للمواطنين لأن الحمد لله فهم 50 مليار افتصدت المشاكل الأولية على مستوى نواكسوط كاملي أنا كعمدة شاهد عليها وراجي إن شاء الله على أن كيف قلت لك مرحلة معينة نوقف عليها موجز وعلى أن هذا ما هو داخل بالإضافة للبرامج السنوية لكل قطاع لا يعدلها وعلى أنه مدروس وعلى أنه اليوم كل مواطن يعرفه وشاهدت عليه الناس واضح شكرا أحمد شكرا أحمد وعلى رئيس رابط عمود نواكسوط وعمد بلدي تيارت على وجودكم معنا في هذه الحلقة من الحوار السياسي شكرا لكم أيضا نسألكم أبو البهاء نائب برلماني ومسؤول العلاقات الخارجية من في حزب تواصل على قبول الدعوة وحضوركم معنا وانتدابكم من طرف الحزب طبعا في هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ألتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة وإلى اللقاء